مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من حدوته مصريه يشاركني فيها الزميله العزيزه هبه فهمي. مساء الخير. مساء النور يا زكي فاطمه، وبرحب بكل مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حدوته مصريه نرصد فيها المشهد بمستجدات مختلفه، ملفات مختلفه ما بين الثقافه والفن ومهرجان القاهره السينمائي والطفل واشياء اخرى، نحاول ان نتابع معكم في هذه الحلقه من حدوته مصريه. الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام مع شخصية عزيزة جدا شكلت وجداننا وشكلت ثقافتنا في طفولتنا، الكاتب والمخرج والشاعر الكبير شوقي حجاب. بيسعدنا في الفقرة الأولى مع هبة فهمي وبيصاحبه الملحن الموسيقي حسني عامر. في هذه الفقرة بنتعرف على المنتج الفني الخاص بالطفل في جميع أشكاله وجميع مشاكله. إبداع شوقي حجاب ورحلته الطويلة مع الكتابة للطفل والأعمال المقدمة للطفل، وأيضا مستقبل العمل الفني المقدم للطفل في فقرتنا الأولى. الحقيقة طبعا هسعد بصحبة الشاعر الكبير شوقي حجاب، اللي زي ما قالت الزميلة العزيزة فاطمة، شوقي حجاب علامة من علامات الثقافة العربية والمصرية على وجه الخصوص، شكل وعي وجدان الطفل المصري بالكثير من الأعمال، اهتم ببرامج الأطفال، اهتم بمسرح الطفل، عنده الكثير مازال من المشاريع الهامة جدا من أجل يعني ترسيخ الوعي بأهمية تقديم حراك ثقافي صحي للطفل المصري والعربي بوجه عام. معانا كمان فقرة تانية الحقيقة عن مبادرة ألف يا كاتب. المبادرة دي أطلقها مجموعة من الشباب، مبادرة بتهدف إلى يعني محاولة تمهيد طرق أو مسارات جديدة للثقافة للشباب المصري. كتير طبعا عارفين أن احنا كتير من مبدعينا الشباب عندهم أزمات حقيقية في النشر، في فكرة أن هم يوصلوا إبداعهم حتى للآخر، في محاولة يعني برغم وجود حتى وسائط الميديا المختلفة لكن ما زال عندهم مشكلة في التمويل لبعض المنتجات الثقافية. إلى أي مدى هذه المبادرة ممكن أنها تلعب دور في هذا الإطار؟ هنحاول طبعا نتعرف بصورة أقرب مع الزميلة فاطمة السردي. الفقرة الثالثة والرابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الزميل محمد عامر ويصحبكم في جولة عن فن السينما ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي واختيار طاقم إدارة جديد، نرجو جميعا أن يكون بداية جديدة ناجحة لهذا المهرجان العريق الذي شهد يعني عدة رئاساته بالتحديد تقلدها مجموعة من الشخصيات أو الفنية والثقافية في مصر. السيناريست والمنتج محمد حفظي تم اختياره مؤخرا ليكون رئيس المهرجان. هذه الفقرة هي الفقرة الثالثة نناقشها معكم ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الحقيقة فاطمة أنا كعشقة للسينما يعني الحقيقة عندي تفاؤل، لأن محمد حفظي من الأسماء اللي عندها بريق خاص جدا في مجال العمل السينمائي، شخص محب وعاشق ومجتهد جدا في المجال السينمائي، فأعتقد أن يعني من الممكن أن هو يقدم جديد، وأتمنى أن الشكل المؤسسي لمهرجان يساعده في ده، أن بالفعل يكون هناك طفرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واحد من أهم المهرجانات العالمية طبعا والمهرجان الأول في مصر المحروسة في السينما. عندنا كمان فقرة رابعة مع الشاعرين التونسيين علي عريبي وأماني زعيبي من تونس. طبعا أماني زعيبي هي الشاعرة التونسية والباحثة، عندها دكتوراه طبعا في الفلسفة، وعلي عريبي باحث لغة عربية وكاتب صحفي تونسي. هنحاول ان احنا يبقى في قراءة خاصة بالمشهد الثقافي التونسي وخاصة مع إلقاء الضوء على إبداع كل منهما وقراءة مختلفة في المشهد الثقافي التونسي بشكل عام. باقي بعد الفاصل مشاهدينا الكرام تأتيكم الزميلة هبة فهمي والفقرة الأولى من فقرات حدوتة مصرية، فانتظروها.